طبعا لا هو طبعا انجاز غير مسبوق، غير مسبوق، مش في ان مصر تكسب، مصر تكسب ده شيء طبيعي الحقيقه، ومصر كسبت الدوره اللي قبليها واللي قبليها، يعني احنا بنكسب على طول ما فيش قصه. اللجنه الاولمبيه المصريه كانت اعلنت قبل الدوره الحقيقه، كنا عملنا مؤتمر صحفي واعلنا فيه ان احنا هنجيب من 185 تقريبا ل 200 ميداليه خلاص اوكي. وده كان احنا دايما يعني او دلوقتي بقينا بنحط الحاجه التشاؤميه على الاخر عشان يعني ايه، عارفين ان احنا هنحقق اكتر منها ان شاء الله، وده اللي كان ان شاء الله. طبعا حقق البعثه حققت اكتر من اللي كان متوقع منها ده حقيقه، كسر الرقم الافريقي السابق ده حاجه تسعدنا جميعا. الرقم اللي اتحقق الحقيقه 273 ميداليه، رقم هيبقى صعب جدا 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 لاي حد ان هو يكسره، لا في المستقبل القريب ولا في البعيد، حتى مصر نفسها خلاص يمكن هيبقى صعب جدا انها تحقق هذا الرقم مره اخرى، يمكن الا اذا اقيمت الدوره في مصر ولا حاجه، بقى ممكن عندنا فرصه تبقى اكبر. انك هتلعب بلعبات اكتر، هتلعب في كله، احنا لعبنا على فكره في 24 لعبه من ال 26، يمكن ما اشتركناش بس في الدرجات وفي كره القدم.